المزيد من التحليل مع ضيفنا في الاستوديو العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا. يعني خليني أبدأ مع حضرتك من مسألة وصلنا لليوم 50 تقريبا، بكرة هنوصل لليوم ده. لو بنقدم كشف حساب حوالين 50 يوم دول، أولا هل كنا نتوقع الوصول لهذا الرقم أو العدد من الأيام؟ ثانيا مين الكاسب والخاسر حتى الآن؟ هو ده سؤال مهم الحقيقة، خاص ب هل خططت الأطراف لامتداد المعركة إلى 50 يوم من عمرها؟ الحقيقة ربما تكون الإجابة لا، يعني ما كانش هذا المخطط وارد، ربما ليس لدى الجانب الروسي، خاصة وهو سماها في الإعلان الأولي عنها بالعملية العسكرية الخاصة، وكان يشار ليها وإن لم يكن بشكل صريح أنها ستكون عملية خاطفة، لكنها كان هناك كثير من الدلائل تقول أن الجيش الروسي داخل لإنجاز مهام عسكرية محددة سريعة لن تتوسع حتى لا ينفلت خيوط الإيقاع من يد القادة الروس بشكل أو بآخر، لكن هذا الأمر لم يتحقق. على الجانب الآخر كان المعسكر الغربي وكان السلطات في كييف يتوقعوا مجموعة من الضربات القوية الكاسحة من الجانب الروسي، وسرعان ما ستتلاشى، ومن ثم يقوموا بعمل تسوية ما أو الوصول إلى شكل من أشكال التسوية. الحقيقة أحداث الميدان هي التي فرضت هذا الإيقاع المطول نسبيا، لم تتحقق أهداف حاسمة للجانب الروسي. الجانب الأوكراني أثبت القدرة النسبية في المقاومة والقدرة على التعطيل، تعطيل تحقيق الأهداف الروسية، على إيقاف الآلة العسكرية. الجانب الغربي أو الداعمين الغربيين وجدوا لهذا المشهد ولهذه التفاصيل داخل مسرح العمليات إمكانية تمديد هذه الفترة، على اعتبار أن هذا التمديد يحقق أو يكبد خسائر على الجانب الروسي، وده هدف أعتقد أنه هو هدف مشروع للجانب الغربي. يعني عايز أقول أنه هو مشروع بكونهم أعلنوا دعمهم الصريح لأوكرانيا والنظام في كييف من اللحظات الأولى، على اعتبار أن هناك رؤية غربية تتحدث وهي بتتجدد الحقيقة اليوم في اليوم 50، وهو أن الجانب الروسي لن يتوقف عند حدود أوكرانيا، بل أنها هي فصل أول من تهديد لمجمل الفضاء الأوروبي. ولذلك هم بيقدموا نفسهم أمام العالم كله أن دعمهم لأوكرانيا هو دفاع عن نفسهم، دفاع عن الفضاء الأوروبي اللي بيستخدموا هذا المصطلح كثيرا، حتى يحاولوا أن يضعوا الجانب الآخر في موقف الدفاع أو يشرعنوا ويبرروا حجم التدفق الكبير للمساعدات، خاصة على الجانب التسليحي، وده ربما هنتطرق ليه، على التقديم اللي بيتم للجانب الأوكراني. طيب سيادة العميد، حضرتك أشرت أن الطرف الأوكراني نجح في تعطيل تحقيق الأهداف الروسية في أرضه، لكن خلينا كده نتكلم بشكل أكثر واقعي. منذ بداية الأزمة من 24 من فبراير، ربما كان هناك تصريحات جيوسياسية وكذلك أيضا عسكرية تقول بأن روسيا تمتلك القدرة التامة في إنهاء هذه الأزمة وتحقيق هذه الأهداف على الأرض في يومين فقط، ولكن على الصعيد الميداني نرى أن هناك تعطيل من الجانب الروسي في السيطرة على العاصمة كييف في أوكرانيا، وكذلك بعض المناطق المستهدفة سواء كانت الدونباس أو بعض المناطق الأخرى التي تشهد الكثير من الصراعات زي ماريوبول مثلا. بشكل أو بآخر، الحسابات الروسية العسكرية الميدانية، روسيا يعني خلينا نتكلم بالعامي كده 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 خسرانة في هذه المعركة، سواء ما بعد المعركة في تحقيق أهدافها أو حتى الآن، يعني الحسابات بتقول كده، السياسة بتقول كده. إذن لماذا لا تسيطر على أوكرانيا حتى هذه اللحظة وهي تمتلك القدرة العسكرية على السيطرة وتحقيق الأهداف،
وبالتالي هي تحقق أيضا الكثير من الخسائر على أرض الواقع. طب طالما أنا كده كده خسرانة، ليه ما سيطرش على أهدافي؟ الحقيقة هي دي معضلة كبيرة، وهي دي يعني إشكالية الحرب الحالية الروسية الأوكرانية. يعني كبرى مراكز الدراسات العسكرية والاستراتيجية بتبحث هذا الأمر اللي حضرتك بتطرحيه، كون إن موازين القوة كان طبعا مختل جدا لصالح روسيا، يعني مختل بالنسبة لأوكرانيا. موازين القوة فيها تفوق كاسح للجانب الروسي، لكن واقع أرض المعركة الحقيقة كان له حديث آخر. أولا في نقطة مهمة جدا قام بيها الجانب الأوكراني، وربما أن احنا قادرين النهاردة نفسره على هذا التفسير بعد مضي 50 يوم، إن سحب المدنيين بشكل سريع من المدن، تابعنا كلنا عدد مليوني وصل النهاردة إلى 5 مليون نازح أو لاجئ أوكراني بيخرجوا بسرعة من أوكرانيا ويتوجهوا إلى دول زي بولندا ورومانيا وغيرها من الدول اللي استقبلت اللاجئين. ده كان الأول الحقيقة ربما لم نفسره التفسير الشامل أو الصحيح، بأن الجانب الأوكراني كان يريد من الهدف من إخراج هذا العدد الكبير هو إفساح المجال لأكبر قدر ممكن من إدارة معارك مدن استنزافية للقوات الروسية، أن يفسح المجال للمقاتلين، للوحدات المرنة، للقوات الخاصة، لكتائب أزوف، لمقاتلين نوعيين داخل أوكرانيا استطاعوا أن يقوموا بعملية التعطيل بمهارة. وبدأ الأمر وكأن هذا التفوق الكبير والكاسح لصالح روسيا غير قادر على إدارة هذا التفوق بالشكل اللي حقق المكاسب السريعة اللي حضرتك بتتحدثي عنها، واللي كان العالم كله متوقعها الحقيقة، واللي كان جزء كبير من الدوافع الروسية أنها هذه العملية ستنتهي خلال أيام. أيضا عملية التمويل التسليحي الضخم، واللي هو أنا بشوف أنه هو بيدار ببراعة من الجانب الغربي بضخ تسليحي، جعل الجانب الأوكراني طوال 50 يوم الحقيقة مش شايفين عجز في التسليح على الإطلاق في أي من الجبهات. حتى جبهة الدنباس اللي هي ربما نفرد ليها جزء من حديثنا، إن حتى هذه الجبهة لازال السلاح الغربي يصل إليها، ولازال المقاتلين الموجودين على قلة عددهم قادرين إن هم يعطلوا عملية السيطرة الكاملة اللي كان الجانب الروسي يريد الوصول إليها. قد يكون هناك بعض من الأخطاء العسكرية الروسية التي لم يفصح عنها حتى الآن، خاصة فيما يخص الرتل العسكري اللي تقدم ومكث لمدة 2 أسبوع كاملين يحاصر كييف العاصمة، ومن ثم انسحب من دون أن يدخل العاصمة ومن دون أن يهدد بقاء الرئيس زيلينسكي نفسه أنه يتحدث للعالم من العاصمة الأوكرانية التي لم تسقط ولم تهتز على مستوى إدارة منظومة الحكم في كييف رغم أنها تعرضت إلى هذا الحصار الخانق. كان هناك دعم استخباراتي غير مسبوق من الجانب الغربي جعل الأداء الأوكراني مؤثر إلى حد كبير، والاستخباراتي هنا احنا بنتكلم على صور جوية، بنتكلم على معلومات من الأمر الصناعي. يعني الغرب اشتغل الحقيقة ليس بتقديم سلاح فقط، ولكن بوضع الجانب الأوكراني في موضع صحيح يستطيع أن يؤلم الجانب الروسي، أو على الأقل كما بدأنا الحديث من البداية أن يعطله أو يحجب عنه القدرة على تحقيق الانتصار. نعم.